واطي أصحاب سمو الشيوخ. هذه الانطلاقات المسائية التي نتابعها بانطلاقات وتحديات هنا أيضا جميلة. نتابع صدارة، نتابع الشمالية، من تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة هنا لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى، طارش بن راشد بن طارش المسافري في التضمير، ولكن أرى من الجانب الآخر النهضة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري الشاهينية. هنا هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من الجانب الآخر الظبي من هجن الشعانية جابر بن سالم بفاران المري في التضمير. والقادمة هنا هملولة على المركز الرابع وكذلك المركز الخامس، هملولة وهملولة هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. بهذا الانطلاق المميز الجميل القادمة الشاهينية من هجن العاصفة تأتي سادسا هنا مع غياث الهلالي، سابعا الشمالية من تتأخر لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى، طارش بن راشد بن طارش المسافري في تضمير الشمالية على المركز السابع، بينما المركز الثامن، المركز الثامن هنا التسلل بهذه اللحظات مع لقامة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك لهيبي في تضمير. هنا لقامة على ثامن المراكز والمركز التاسع، المركز التاسع حربة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن أحمد في التضمير. والقادمة هملولة عاشرا هنا من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى بانطلاقة وتحديات هذا الشوط هنا أيضا في مسيرتنا لهذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. هنا انطلقت على الصدارة النهضة، النهضة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطرة على زمام الأمور، النهضة المندفعة بالمقدمة وبالمركز الأول لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في التضمير. ولكن الشاهينية، الشاهينية من تسللت في هذه اللحظات هجن العاصفة مع غياث الهلالي الظبي، من الجانب الآخر هجن الشحانية هنا جابر بن سالم جابر بن فران المري في متابعتها. هنا الشبل من يأتي بهذا الانطلاق الجميل، بينما الشاهينية تأتينا رابعا هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، تنطلق على المركز الرابع وعلى المركز الخامس هملولة، سادسا كذلك هملولة، هنا هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعها هنا في التضمير والانطلاق وتحدي المميز الجميل. بينما القادمة من الجانب الآخر هنا الوصول من حربة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن أحمد، من تنطلق في هذه اللحظات على سابع المراكز، المركز الثامن، المركز الثامن الجسور من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن جابر مفاران المري في التضمير. القادمة بهذه الانطلاقة والتحديات هناك لطامة أيضا قادمة، لطامة هنا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بسيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي في التضمير، من تنطلق تاسعا وعلى المركز العاشر. المركز العاشر تأتينا مهمة، الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعة. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة في تحديات هذا الشوط. هنا نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط. هنا الصدارة والمقدمة والظبي، الظبي المنطلقة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول هجن الشحانية. هنا جابر بن سالم بن فاران المري في متابعة الظبي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الشاهينية
هنا مع الكيلومتر الأخير الشاهينية، هنا مع هجن العاصفة مع غياث الهلالي. النهضة القادمة من الجانب الآخر لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. هنا تأتينا حربة بمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن أحمد، والقادمة الجسور 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 القادمة هنا من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بفران المري من تنطلق بهذه الانطلاقة، ولكن الظبي على صدارة، الظبي على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا تنفرج بصدارة هذا الشوط هنا بالنقطة السادسة هذا الانطلاق المميز، هنا مع هجن الشحانية تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل. هنا وانطلاقة هجن الشحانية مع الشعار الأدعم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فران بالتضمير أن تنطلق هنا، وينطلق الشبل مع الظبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تعلن الفوز والناموس بسادس نقاط هذا الشعار بهذه الأمسية الجميلة ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلنة الفوز ومعلنة الناموس. تهانينا، هي لحظة الوصول بينما المركز الثاني وصلت مشاهدين الكرام الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من حربة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد من حلت على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الجسور هنا من هجن الشحانية، والمركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة. من أتتنا على خامس المراكز، نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا نتابع الظبي، نتابع الظبي هنا ولحظة الوصول بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق. هنا أيضا هذا الانطلاق المميز الجميل و46 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا هجن هنا الشحانية، تهانينا جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، قاطعة المسافة فترة زمنية مقدارها هنا أيضا 7 دقائق 49 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا هو الناموس على هذا الانطلاق. أما المركز الثالث فكانت التحديات الجميلة هنا ولحظة الوصول هذه اللحظات. صاحبة المركز الثالث من أتت بانطلاقتها هنا حربة 7 دقائق هنا أيضا 56 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن هنا معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد، تهانينا مختار بن أحمد من قدمها.